and investments in the country. It was also hailed and praised by many of world countries. We'll be speaking about that in our first segment before we move on to our next segment, which is Egypt transformation towards digitalization, rather digitization. And we're speaking about this in our second segment. Before we move on with our discussion, first let's have this very short break and we'll come back for discussion. مصر بتبني دولتها الحديثة، هي دي الجمهورية الجديدة، جمهورية بتمتلك رؤية مستقبلية. أحد أهم جوانبها حق المواطن في حياة كريمة. جمهورية جديدة أعلن قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واحدة من ركائز الدولة. رؤية بتتكاتف من أجل تطبيقها على أرض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وزارة الداخلية المصرية بتقوم بواجبها الوطني بأداء أمني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة، وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونفذت خطوات كبيرة على أرض الواقع في مراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفرادها لصقل مهاراتهم. واستكمالاً لذلك تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل. والبداية من هنا، مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم. روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز، بيتم إدارته اعتماداً على المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية ليهم، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم. تتم إدارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز، وبيتحكم في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال. ويعتبر المركز نموذج متطور هيتم تكراره بعيداً عن الكتلة السكانية، بديلاً عن السجون القديمة اللي هيتم غلقها. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مركز متكامل بيضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء في العنابر أو أماكن التريض. كل مركز بيضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني، مزودة بشاشات عرض بتعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي. Yes, it's an all-out strategy for human rights, and that was announced in September. Returning back to our first segment and the announcement or this move that Egypt has so 3 days ago announced by the president. A step that was really hailed by all Egyptians, everyone that I have already seen or discussed with, it was really very much praised. To discuss this issue and to highlight the issue, we have with us over the phone General Hamdi Bekhit, a strategic expert. Good evening to you. Good evening to you and your audience. Thank you so much. And let me hear. Take your reading to the lifting of the emergency state or the state of emergency. First, let me hear, understand.